صباح الخير وحمد الله على سلامتكم وبهداوة بالكم. اليوم بعد هالغياب الطويل في عنا هالمقطع من كتاب رؤيا يوحنا، يمكن بفيدنا اليوم للحديث سوا بهالموضوع. خليني بس أقرأ أول قسم من الأصحاح الثاني من كتاب رؤيا يوحنا الإنجيلي. اكتب، إذا عم بيطلب من يوحنا أن يكتب، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. كلمة ملاك يعني المسؤول، يلي هلأ بلغتنا المطران، الأسقف، بطرك، كاردينال. الملاك يعني الأسقف وقتها، المسؤول، لأنه كلمة ملاك بالعبري يعني الرسول يلي بيوصل الرسالة، والأسقف هو شغلته يوصل مشيئة الله اليوم وهنا، يعني للشعب اللي عم بيسمعوا هلأ. ما يقول أنا بدي أحكي لبعد 2000 سنة شو بده يصير، يعني لأنه مش الحايك ولا عبد اللطيف، عم بيوصل رسالة اليوم وهنا، لأنه بكرة مش مضمون إلك. فبالتالي هالرسالة حتى أنت تاخد قرار بالمع أو بالضد، بين مش مقبول، يا سخن يا بارد. إذن اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية، الهيكل العظيم. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، عم بقول له هيك، وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت، ولك صبر، وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. شيء عظيم هالمدح. ولكن عندي عليك ملامة صغيرة، إنك نسيت محبتك الأولى، أو تركت محبتك الأولى. كل شيء عمله من عظائم ومدح، عندي مشكلة معك، خف حبك، فاذكر من أين سقطت وتوب. توب، عم بيقول له توب واعتبر ترك المحبة، نسيان المحبة الأولى سقطة، خطيئة، واعمل الأعمال الأولى، فإني آتيك عن قريب، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. يعني مش مضمونة مسؤوليتك كل العمر، تنهز. ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النيكولاويين التي أبغضتها أنا أيضا. النيكولاويين مجموعة تابعين لواحد اسمه نيكولاوس، كانوا حيدين عن التعليم، وثنيين، عندهم تعاليم غير مقبولة، فهو كان يواجههم. من له أذنان أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، لأنه ممنوع يأكل من شجرة الحياة بالعهد القديم اللي كتب التكوين. واكتب إلى ملاك كنيسة زميرنا، يعني هلأ اللي اسمها إزمير،
هدول كنائس آسيا الوسطى، يعني آسيا الصغرى، يعني تركيا. هذا يقوله الأول والآخر. الأول والآخر يعني الألفا الآ والزد والأوميجا، الذي كان ميتا فعاش. مين يلي كان ميتا فعاش؟ يسوع. بس قال عنه الأول والآخر، هيدي صفة لله، أعطاه نفس الصفة. هون بتفهموا بسفر الرؤيا ألوهية الابن، مساواة الآب والابن بحقيقتها. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفكرك، مع إنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهود، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا حتى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. إذن في موت أول هو اللي بتموتي، بس في موت ثاني هيدا ما بيسيطر عليه يلي بيكون هيك. إذا بتلاحظوا تقروا الإصحاح الثاني والنص الثالث، بتشوفوا في 7 مرات بيقول من يغلب من يغلب من يغلب. كل مرة بيعطي جملة من بعد ما يغلب، حتى بالآخر يقول من يغلب كما غلبت أنا. كيف غلب الرب يسوع؟ على الصليب بالشهادة. إذن هيدا الكتاب اللي حكينا عنه بالمقدمة هو كتاب تعزي وتقوي بأيام الشدة، بأيام التعب، بأيام مواجهة أمور بتخليك أمام سؤال. وهلأ قدين الناس عم تسأل السؤال، إيماني بالله والله شو عمل لي باللي عم بصير باللي عم نعيشه؟ في شغلتين انذكروا بهالمقطع اللي قريتهم، المحبة والصبر، وإنه إبليس بده يصفي ويجرب ويأذي. والضيق بيكون 10 أيام. 10 أيام يعني مسافة من الزمن، بس مش كل الزمن، يعني مؤقتي. قد ما طالت مؤقتي. مين منا بهالفترة ما عم بعيش هالحالة؟ ضغط، ضيق، شدة، فقر، جوع. شو يعني سقطت إذا نقصت محبتك الأولى؟ شو هي المحبة الأولى؟ كل واحد يتذكر بفترة اشتعال قلبه مع حدا أو مع حالي أو مع جماعة، كيف الزمن أكبر عدو لقوة الحب. تعالوا اسمعوا المتجوزين بعد فترة، أو يلي بيحبوا بعضهم فترة، كيف بيصيروا يحكوا عن الحب؟ أو كيف بيصيروا يحكوا عن وضعهم المعتر؟ بصير قال متجوز ينصح العزب اوعى تتجوز، وهو لما كان عم بيروح وينط بالليالي ليشوفها لعروسته وحبيبته ما كان يقبل إلا الحب هو كل شيء. الزمن عدو الحب. كيف بتقدري تضايني بالزمن ويضاين الحب؟ الحب بالمعنى الشامل للكلمة. طيب السؤال، لمن قال تركت محبتك الأولى، عم بيقصد ترك نسي محبته لالله أول مرة، ولا نسي محبة الله إله أول ما اكتشفها؟
أي جنسها. أنا برأيي محبة الله اللي اكتشفتها أول مرة هيدي نسيتها، لأنه محبتك مرتبطة بالمود تبعك، بمزاجك، بأهوائك، بوجعك راسك. قديه إذا واحد موجوع بيجي حدا بده يعمل له أي تودد، أروح هلا ما إلي جلدتك، فكيف بالأحرى الشدة الكبرى؟ وهيدي بتخلق عند الناس تباعد، والتباعد ينشئ ضعف. الناس اللي بتكون حد بعضها أمام الشدة بيضل عندها قوة، بس الناس اللي بتتباعد عن بعضها بتصير الشدة الصغيرة تعمل لها تعب كبير، قبل الشدة الكبيرة ما بتعمل لها تعب كبير. إذا مشان هيك يا إخوان، نحن بأمس الحاجة هلأ لتذكر المحبة الأولى. الله لإلنا، نحن على الله، ونحن لبعضنا. تنقص وحدة بينقصوا ثلاثة، بتنسي وحدة تنسي ثلاثة. ما معقول يكون محبتك لله مش تعلي ومحبتك للآخر نسيتيها، وتضل محبتك لله مش تعلي، ما ممكن. وهو قال برسائله الإنجيل يوحنا، كيف بتحب الله اللي ما بتشوفه وما بتحب الآخر اللي بتشوفه؟ فهو كاذب، يعني عنده مشكلة. إذن اتنعنا مع بعضنا إنه السقطة الخطيئة هي في نسيان الحب. كل خطيئة سببها نسيان الحب، شو ما كانت الخطيئة. أولاً نسيان حب الله إلي، ثانياً نسيان حبي لله الأول، ثالثاً نسيان حبي للآخرين. شو أزمة الوطن؟ شو أزمة المجتمع؟ شو أزمة الكنيسة هلأ؟ مش نسيان المحبة الأولى؟ الكنيسة المقصومة شو سببها؟ عقيدة، بدنا ندفع كل واحد عن الله تبعه بحجة دفاع عن كنيستي. كل القصة نسيان المحبة. وقد منه إيجابي عم بقول نسيان، بس هي ترك بمعنى مثل بعض، مثل بعض. هلأ هالبلد اللي عم بينهار أو انهار شو سببه؟ نسيان المحبة الأولى، مش ضروري لبعضهم البعض، لمفهوم انتمائهم لهالبلد، بالكنيسة، بالرعية، بالعيلة، بالرفقة، بالشغل، بالمدرسة، كله هيك. المحبة سر ما بتقدر تعرفه إلا إذا غرقت فيه أبداً. ما فيك تعرفه من برا، ما فيك تدرس عنه، ما فيك تقرأ عنه، فيك توقع فيه. ومش صدفي بكل اللغات بقول وقع إبراهيم في الحب، بالفرنسي بيستعملوا تومبيه، بالإنجليزي بيستعملوا الوقعة، كل وقعة. مش وتعلم عن الحب ورأى الحب، ومش بس هيك وأراد أن يحب. شو هيدي الحب؟ ما إنه فعل إرادي. الحب ما إنه فعل أنت بتعمله، الحب هو فعل أنت بتوقع عليك نتيجته. في فرق. بس هيدا بيودي لوين؟ لمسافات، والمسافات بتعمل غربة، والغربة بتعمل خصومة. لو ما في سبب جفا،
أي صور. إذا أنا قاعد حد أرزي قاعدين سوا أنا وعم بحكي منقدر نحكي على صوت واطي ونفهم ونسمع بعض. تبعد لآخر الأوضة بدي علي صوتي. إذا قرب المسافات نتيجتها شيء وبعد المسافات نتيجتها شيء. مشان هيك الناس بتخانق بعضها وبتصرخ على بعضها بتتخانق لأنه المسافة بعدت بسبب إحساس بالغربة يلي ناتج عن نقص في الحب وين ما كان. إذن عندي عليك ملامة عم بيقول. ولاحظوا إذا واحد ما قري هالجملة قري اللي قبل بتقولوا شو هالقديس هذا المسؤول عن الكنيسة اللي عم بيحكي عنه. عارف أعمالك وتعبك وصبرك وما بتقدر تتحمل الأشرار هالقد ماشي صح. يعني كأنه عم بيقول له أنت ماسك القانون وماشي حسب القانون مظبوط كل ما يقال عم تعمله. بس هذا الحب ما بيدخل بالقانون. هذا الحب هو لوحده قانون. أنت تركته ورحت على شو بقول شو لازم شو ما لازم. ولاحظوا مين أكتر شيء بدين الناس ومين أكتر شيء بينفر من الناس مين أكتر شيء بيتكبر على الناس هو الإنسان اللي حاسب حاله ماشي صح وبيقعد وبيتلفت بالناس اللي ماشي غلط بكل شيء. ما بتكتشفوها بالكنيسة أكتر شيء. ممكن حدا ماشي صح بس بصير يدين يلي بيصلي كل يوم وبيروح وبيلتزم بصير ينتقد يلي ما بيجي. عمل مسافة لأنه ترك الحب. لأنه شو هو الحب؟ شو هي المحبة؟ المحبة يا إخوان جملة واحدة قد ما قريتوا كتب ما بعتقد بتقدروا تحددوا قد هالتوصيف هيدا. المحبة هي انتباه إلى الآخر إلى الآخر وتلبية حاجته. مش من عندي مش رغبته لا حاجته needs. إذا قدرتوا تقبلوا هيدي طبقوها بحياتكم شوف الدنيا كيف تقلب. الأسود بصير أبيض. أي مثل بتعطوه بتطلعي. ليش؟ إذا قبلتوا هالنظرية تلقائيا بتتحرروا من روح الإدانة. ما بتعدوا تدينوا حدا ولا تحكموا على حدا. ليش؟ يلي إذاك وعندك قدرة المحبة تنتبه انه أذيته إلك ناتجة عن حاجة إله ما عم تتلبى ويمكن مش منك عم تتلبى أو من غيرك وعم بفش خلقه فيك. إذا القصة بأزمة هو بأزمة. مشان هيك إذا عندك أنت قدرة المحبة اللي بيأذيك الله بلحظة أذيته إلك بعينك طبيب عليه. بنفس اللحظة اللي بيطعنك عينك الله طبيبه لأنه مريض. انتبهوا ما ضروري تعملوها. هو لازم تعملوها بس ما ضروري تعتبروا حالكم مصيبة كبيرة إذا ما عملتوها. بس على القليلة خلوها فكرة براسكم بضل في إمكانية تقدروا تعملوها. إذا طارت هاي من راسكم بصير التركيز وين؟ عليه بروح الإدانة.
كل واحد تنتقدوه بروحية الإدانة الحكم قطعتوا عليه فرصة التوبة. ما بعود يتوب. مش هيك شو قال له؟ لما قال له تركت المحبة قال له هيدي سقطة ولازم تتوب. لازم تتوب. بلد ما في توبة ما بيصطلح. ما في توبة يعني ما في عودة إلى المحبة الأولى. لأنه شو يعني توبة؟ إيلينا رجع من أولى بالعبري شاب يعني تاب. كلمة فعل شاب بالعبري يعني عادة رجعة. تاب إلى الله يعني رجع إلى الله يعني رجع إلى المحبة الأولى لأنه الله محبة. توبة مش ترك الخطايا. هيدا بصير أمر مفروغ منه. التوبة ليس أن تترك خطاياك فقط. التوبة أن تعود إلى الله اللي حبك قبل ما تحبه. وبس ترجع له بتكون عمليا تركت الوضع اللي انت فيه. يعني تركت خطيتك. مشان هيك يا اخوان عمل الله وقت تقرر ترجع له بيكون سبقك على الغفران. بس تحس انه الله غفر لك بتقول له انا كنت بمطرح وتركته كرمال ارجع لانه عندك الحياه. هذا هو سر الاعتراف. انت وجاي لتعترف بصدق تأكد انه الله بنص الطريق غفر لك خطاياك. لكن لشو لزوم اجي عند الخوري؟ مدى جديتك بقبول غفرانه؟ وإلا ما بتكون جدي، بتكون مصلحجي عم تبتز. مثل الابن الشاطر شو هو؟ ابن مجاعة. صار ما ياكل اكل الخنازير. الشغيل عند بي عايش وانا ميت لا ارجع. بيقول النص بس رجع ورآه ابوه قاعد ناطره من بعيد. طلع لبرا وغمره وباسه على رقبته. شو البوسه على الرقبه؟ يعني انت ابن منك عبد ولا شغيل. وهو أخذ كل شيء وخرب الدنيا ولبسوا الخاتم. الخاتم يعني الوريث. لبسوا الحذاء يعني أنا ما بتعامل معك كعبد، أنت سيد. ولبس الحلة، حلة الملوكية. بيرجعك الله ملك وأنت بددت له ملكوته بس إذا بترجع لمحبتك الأولى. بس إذا بترجع له. إذن وين المشكلة عند الإنسان؟ عم بجاهد وبيتعب حتى يترك خطيته وما عم بيقدر يتركها. إيه طبعاً ما رح تقدر تتركها لأنه مفكر فيها كيف بدك تتركها. روح فكر بالله اللي بدك ترجع له بمحبته الأولى. هيدا اللي بيعطيك الدافع القوة حتى ما تعود تحس انه هيدي الى ملكيت ملكوت عليك وتستعبدك. تتحرر. تعرفون الحق والحق يحرركم. تعرفون المحبة والمحبة تحرركم. مين بيساعدك على هالموضوع؟ اللي حدك. هوني قصة تكون ناس لبعضها. هيدا بيعطيك الصبر. تخيلوا واحد معزوم على عرس وناطر البوفيه السيفود والاكل المش معقول ومقضينا تصوير. قال متضايق نفسيا لانه بعد ما بلش الاكل وما وصل دوره. تيجي بتقول له صبور طول بالك. ما حدا بيحكي هيك حكي.
لا هو له عين يقول هيك. امتين بتحكي عن تعبك وشدتك؟ وقت يكون في أزمة، مش وقت تكون بعرس ومبسوط. إذا هلأ هو زمن سفر الرؤيا عند المسيحيين، لغة عم نسمعها على التلفزيونات وبين الناس، شي ما مقبول. هل يعقل نص العالم تعمل بلوكيت لنص العالم من وراء حدث على التلفزيون، من وراء مشهد؟ من بعد ما حرركم الله وجعلكم أبنائه عم بتجاهدوا لتكون عبيد من أجل عبيد عاملين زعم عليكم. ما بقى ينفهم وضع الناس المسيحيين بالأخص، ما بقى ينفهموا. الله يرحمك يا فرويد، متت قبل ما تلتقي باللبناني، وإلا بدنا نوصيلك على طبيب يحكمك، لأنه كان انصاب بضياع كامل ما بيقدر يحلل. أهم محلل نفسي ما بيقدر يحلل الوضع اللبناني. من ورا شو؟ النقص، ترك المحبة، ما بقعد في عندك صبر. خي إذا ما بتحب حدا قريبك ما بتصبر عليه إذا انوجع، راح الصبر تتأفف. الكنة بتحمل أمها كل الوقت، بس ما فيها تحمل حماتها لحظة، لأنه في نقص. ووقتها تكون بتحبها مزبوط بتحملها مثل أمها. أعطي أمثلة من الحياة. المرة للرجال، الخيلة خيو، أختها أختها. في قصص مش معقولة. تعالوا نبشوا شو السبب. بتدق عليها حق، لا معها حق. هيك النقص وترك الحب، لا في صبر ولا في ألفة ولا في تعب ولا في تمييز للشيطان كيف عم بغربل وكيف عم بيأذي. ما بعد في تمييز. شوفوا المحبة شو بتحمل بالسلة تبعيتها فضائل. صبر، الدعم، نعمة التمييز. تميزوا. مشان هيك الروح بيقول لك اليوم من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. سؤال، ليش منع آدم؟ هذا لأكد نظريتي. هلأ طلعت. ليش آدم منع من أكل شجرة الحياة؟ كلنا الجواب، لأنه أخطأ. الله لا، لأنه اكتشف الله نقص المحبة صارت عنده، ما بده يطعميه من شجرة الحياة ويضل حي إلى الأبد في محبة ناقصة. لأنه لبعض يصبر كل عمره، كل خالدا، لا بحب، لا بيعطي، لا بيساعد، لا بيدعم، لا بيعمل شيء، يتباعد، يتغرب. رحمة بالإنسان الله حط ملائكين ليسكروا ما حدا ياكل من شجرة الحياة بهالوضع اللي أنت فيه. ارجع لمحبتك الأولى وبفتح لك تاكل من شجرة الحياة. هذا اللي عم بيقوله. سفر الرؤيا بلش بهيك لناس معرضين بأي لحظة للاضطهاد والقتل بسبب إذا بيقولوا نحن منآمن بالرب يسوع. أو بتزمط وبتلاقي شغل ووظيفة وبتصير من زلم الأمبراطور إذا بتقول أنا بعبد إله الأمبراطور. نحن اليوم نبحث بشهية على آلهة لنعبدها ونترك الإله الحي. بشهية مهولة عم بيبحثوا الناس، قلة قليلة هن يلي بعدهم على ثباتهم وإيمانهم. وهذه القلة القليلة
هي الخميرة يلي بده يرجع الله يخمر العجين كله بواسطة هالخميرة. مشان هيك ما تستهينوا بحداثتكم ولا بفتوتكم ولا بصغركم ولا بإمكانياتكم البسيطة إذا كان عندكم هذا الثبات. مشان هيك يا أخوي دعوتنا اليوم ليرجع يتحرك فينا هيدا النور، تتحرك فينا هيدا الشعلة اللي ماتت بشوية أخبار تزعج بوضع صعب كبير بوصول لحافة الانهيار. أنا ما عم بحكيكن وأنا عم بنظر، أنا عم بحكيكن وأنا تحت الضغط والشدة، أتفهموني هيك عم بقلن. وين هو؟ من في بجزيرة باتموس يوحنا عم بيتعرض لإهانات ولعزل ولغربة، أنجأ يأكل وختيار، عم بيقولون أنا شريككم، تتذكروا الإصحاح الأول، شريككم في الصبر والضيق، بس حط بالنص والملكوت. يعني الملكوت هو بين الصبر والضيق، التعلق بالمحبة الأولى هو الترس والدرع لتحافظوا على أرواحكم ونفوسكم من يلي عم بصير هلأ. ما تنسوها، ما تتركوها. شو قال له إلي النبي شو قال لإليزابيل الإمبراطورة؟ بعثت وراء قالت له أأنت مقلق إسرائيل؟ كل الوطن واحد، سمته مقلق، ألألن فرشتن السجادة من تحتن، لأنه كان عم بيقول في غلط وفي صح. قال لست أنا بمقلق إسرائيل، ولكن هيدا اللي عم تعملي بك تدفعي تاني. يوحنا المعمدان يلي انقطش راسه برأسه برأسه. ليه؟ لأنه كلامه عم بيوجع لهم دينيون، ما عمل شيء غير حكي كلمة الحق. كلمة الحق الوحيدة اللي ما إلها expiry day، بس لو كل الناس ما أكلوا منها ما بتنتهي مدة صلاحيتها. بيجي ناس غيركم وبيرجعوا بيشوفوها. إشعيا النبي حكي كلمة الحق من 700 سنة قبل المسيح، 800 سنة ما حدا سمعها. شو قال؟ ما قال أنا يئست بعملت إحباط نفسي بدي هاجر وأترك هالشغلة. قال لنا تلاميذه حطوا هالكلام ببقجي وطموها تحت الأرض، بده يجي وقت وحدا يفتحها يقريها. بعد 800 سنة قام متى الإنجيلي قال ها أن العذراء تحبل وتلد إذنا ويدعى إمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. هيدي اللي قالها أشعيا وما حدا قبلها. حدا عنده هالصبر؟ حدا عنده هالثبات؟ لو قديسينكن وشهدائكن يلي جيبولكن على طبق من فضة الشيء اللي هلأ أنتوا عم تتسلوا فيه بازل، ما كان عندهم الثبات والحب الأول؟ كان وصل لنا اللي وصل لنا. ما بقى تشوفوا بالقديسين إلا قوتهم بالعجايب، ما بقى تشوفوا قد صبروا على الشدة وقد تعبوا وقد يتعلقوا بالمحبة الأولى وما تركوها. تركنا نحن قصتهم ولحقنا الشيء اللي بناسبنا. عجايب. لا
انت بتطلب من الرب ومن القديس ان يصنع عجيبه فيك، اكيد هذا من ضمن ايمانك، بس بارتباطك بمحبته الاولى اللي عم بذكرك دايما انه انت عم تنساها لتضلك تتذكرها. لك انت بتعمل عجيبه بحالك، ومهما كان وضعك ومهما صار وضعك، في شيء ربحته ما حدا بربحك يا غير الله. تقووا تشددوا من أول وجديد، لأنه العالم شغلته يأسك، رسالته للعالم اليأس. رجع تذكر رسالة الإنجيل، من يغلب فلن يذهب إلى الموت الثاني. آمين.